حبيبتي عاملة ايه يا شمس؟ عرفت انك جيتي؟ قلت اجي اقعد معاكي شوية. تعالي حبيبتي تنوري. شهد لسه اياك هناك. هتقعد هناك كام يوم كده؟ انا مش فاهمة عاجبها ايه في قعدتها في مصر. ما تيجي هناك تقعد وسط اهلها. يا بنتي شغلها حياتها، وبعدين بعد ما الفيلا بتاعتنا رجعت اكيد هتقعد هناك. فيلة ايه وبتاع ايه؟ هو في اجمل من اننا نقعد مع بعض ونطمن على بعض؟ الحملة عامل ايه معاكي؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. بقول لك ايه؟ ما دام شهد في مصر وزينب ما هتهملش مروان، يبقى انت تيجي تقعدي معايا وهخلي بالي منك ومن النونو كمان. حبيبتي يا شمس انا هنا كويسه. دايما يا حبيبتي دايما. بتشجع؟ وانت بقى ناويه تعملي ايه؟ في ايه بالظبط؟ هترجعي شغلك ولا هتقعدي بقى تربي العيال؟ لا انا هقعد اربي العيال. انت مجنونه يا زينب. يا حبيبتي ارجعي شغلك. انا متاكده ان مروان مش هيعترض على اي حاجه زي دي، وهو عارف مستقبلك مهم قد ايه وشغلك مهم قد ايه. انا عارفه ان مستقبلي بيهمه، وعارفه كمان ان مستقبله بيهمني، بس اهم حاجه في الدنيا دي كلها مستقبل ابني. طب يا حبيبتي ايه دخله بانك ترجعي شغلك تاني؟ ما هو مش هينفع ان انا اكون في حته وهما في حته تانيه. هو مش كان مروان عايز يعمل مشروع في مصر؟ خلاص يجي يعمل المشروع ده هنا ويبقى ليه بيزنس ويستقر، وهو حسن في البلد يتابع كل حاجه هناك. مروان لازم يكون هناك وكل حاجه تبقى تحت عينه. انت مش واثقه في حسن ولا ايه؟ ولا انت مش شايفه انه قد المسؤوليه؟ لا يا حبيبتي انا عارفه انه حسن قدها وقدود ويقدر يدير الدنيا دي كلها، بس انا برضه مش عاوزه اسيب مروان. وبعدين مين اللي قال لك ان انا مش هشتغل؟ لا افهمها دي بقى. انا هشتغل مع مروان وكتفي في كتفه، مش هسيبه لوحده ولا لحظه. ده شغل ستات بقى وغيره. عايزه تعرفي هو رايح فين وجاي منين وبيعمل ايه؟ ما تقولي كده. لا انا واثقه فيه. يا سلام. بأمارة ايه بقى؟ بأمارة ان مروان عمل كل حاجه وعدني بيها. وبعدين الاهم من ده كله ان انا واثقه في نفسي وعارفه انا عاوزه ايه بالظبط. انت عارفه يا شهد انا لما سبت مروان ما كانش عشان انا مش واثقه فيه، لا كنت عاوزاه يبعد عن كل حاجه كان بيعملها غلط، وكنت متاكده ان مروان مش هيسيبني وهيفضل يدور ورايا. عارفه ليه؟ ليه بقى؟ لانه مروان طيب وبيعرف يحب، واللي بيعرف يحب ما يتخافش منه وتقدري تخليه يعمل اي حاجه انت عاوزاها، بس بشرط. شرط ايه؟ انه يشوفك طول الوقت جنبه وخايفه عليه، ويسمع منك الكلام اللي يطمنه ويحس ان هو الكبير، فيفضل طول الوقت خايف ان هو يصغر في نظرك ويقعد يدور عليك. الناس يا شهد فاهم الحب غلط. الحب زي ما قال بابا بالظبط. بابا انت عارفه انا مره سالت بابا، قلت له هو انت بتحب ماما؟ قال لي يا زينب انا بحبها جدا. قلت له ازاي؟ ما انا طول الوقت مش شايفاك بتقعد معاها كتير ولا بتتكلم معاها. فرح ضاحك وردد عليا، قال لي يا زينب الحب مش بالكلام، والحب مش معناته ان انت تفضلي جنب اللي بتحبيه من الصبح لبالليل، لا الحب ان انت تفضلي تفكري في اللي بتحبيه طول الوقت ومخلياه في بالك وتخافي عليه وتعرفي كويس ازاي تحافظي عليه. والله يا زينب يا بختك بكلام بابا ليكي. انت عارفه مره عمتي قالت لي ايه؟ جدي الله يرحمه كان بيحط الناس كلها فوق راسه مهما كان هو مين، بس المهم ان هو يبقى محترم وعند كلمته، ولو ملك بس هو مش عند كلمته مش هيعمل له اعتبار. وده ايه بقى دخله بالحب؟ عشان الحب احترام قبل اي حاجه يا شهد. مش معقول ان انت تحبي حد من غير ما تكوني بتحترميه وهو بيحترمك، يعني لازم يكون الاحترام متبادل ما بينكم انتوا الاثنين. بقول لك ايه، انا هقوم اكلم عزت عشان ما يقولش ان انا مطنشاته اليوم. طب استنى انا عاوزه افكرك بكلام بابا. فاكره لما كان بيقول لك لازم تحافظي على اللي انت معاه وتخلي بالك منه؟ انت لازم تحافظي على اللي يقرب منك ويعمل لك خاطر. وبعدين خلي بالك انت عاوزه تعيشي مع واحد راجل ولا عاوزه تعيشي مع واحد تحت ايدك؟ مش فاهمه تقصدي ايه يا شهد يا حبيبتي. اصل في بنات بيفتكروا ان الراجل اللي بيقول لهم حاضر ونعم هو ده اللي بيحبه، والراجل اللي بيعند معاهم وبيرفض طلباتهم يبقى بيكرهه. طب ما ده حقيقي على فكره. لا لو ده كان صح
كان عايزك ما ارجعلكيش. لا مش فاهمه عايزه تقولي ايه بالظبط. يا شهدي يا حبيبتي، عايزة توقف قصادك لما انت كنت غلط عشان هو بيحبك وبيخاف على شكلك، بس ساعة الزنقة وقف في ظهرك. اوعي يا شهد في يوم من الايام تقولي له انت عملت لي ايه وتقعدي تعلي صوتك عليه، مش هينفع الكلام ده خالص. زينب انت مالك النهارده؟ مالك يا حبيبتي عامله كده زي امينه مع سيسات في بين القصرين؟ لا يا استاذه انا مش عامله زي امينه، بس انا استوعبت كويس. عارفه يا شهد، مروان بالحب خليته يعمل كل اللي انا عاوزاه، طول ما انا مكبراه وحطاها فوق دماغي هيقول لي حاضر ونعم، وطول ما انا شايله مامته فوق دماغي هكبر في نظره. بس خلي بالك الرجاله بياخدوا بالهم الحاجات دي كويس قوي. اسمعي مني يا شهد، انا اختك. طب خلاص بقى سيبيني اقوم اكلم عزت بدل ما يطفش مني وكمان يقول لي انها مطنشاه. واخرتها يا فتحي اخرتها ايه؟ ده انت نفسك يا راجل مش عارف انت كويس ولا وحش، معاهم ولا ضدهم، خايف عليهم ولا نفسك تدمرهم. الست كريمه معاها حق في كل كلمه قالتها، اللي ربنا بيحبه بيديله فرص كتير، وانت خدت فرص كتير يا فتحي. سرقت بنتهم وسامحوك، ابتزتهم بدل المره اتنين وسامحوك، اتجوزت على بنتهم بدل الواحده اتنين وبرضه سامحوك، وفي الآخر برضو كل اللي همك الفلوس. الله ينعل على أبو الفلوس يا أخي. حتى الراجل الوحيد اللي واقف جنبك وساعدك شايفه بيتقطع كل يوم وقلبه بيتحرق عشان يعرف الحقيقة، وانت مش همك حاجة غير الفلوس. بس انت لو اتكلمت يا فتحي العيلة دي ممكن تتدمر. طب وليه تتدمر؟ مروان عاقل وأكيد مش هيخلط الأمور ببعض ومش هياخد حد بذنب حد، وانت ربنا رزقك بعائلة فتحي ولازم تبتدي الدنيا نظيفة من غير ما تشيل ذنب أي حد. هتعمل ايه؟ يمين ولا شمال؟ صح ولا غلط؟ خد قرار واخلص من الهم ده بقى. ازيك يا مروان؟ أهلا يا فتحي. ايه؟ مالك؟ عايز فلوس؟ أنا تعبان قوي يا مروان وفي حاجة جوايا ومش قادر أشيلها. وبصراحة عايز أريح ضميري كده وأقول لك عليها وخلاص. إيه؟ اتخانقت مع شمس؟ مروان أنت الوحيد اللي وقفت جنبي في البيت ده وساعدتني. وده جميل أنا مش قادر أنساهولك. بس في نفس الوقت أنا مش عايز أشوفك كده. تعبان ومهموم وبتتحرق من جواك. إيه الألغاز اللي أنت عملته قولها دي؟ ما تتكلم طوالي. انت جيت لي مره مروان البيت وسالتني اذا كانت الست جبريه هي اللي خرجت من بيت فريده للي اتعزى ابوك ولا لا.